ازيك يا رضا؟ لا علي لي صوتك عشان مش سامعك. الحمد لله. علي صوتك، انا عايز صوت حلو. الحمد لله. الحمد لله. انت في سنه كام يا رضا؟ ستة. ايه؟ ابتدائي. منين يا انت يا رضا؟ كل يوم بتيجي من كفر الدوار لاسكندريه؟ ايوه. بتشتغل ايه؟ ببيع. ايه؟ ببيع. بتبيع ايه؟ مناديل. مين بيشتري منك؟ كل الناس. تعرف تروح لوحدك وتيجي لوحدك؟ لسه ما هو تحلم تبقى ايه يا رضا؟ مهندس. يلا ربنا يقويك. وبتصرف انت من شغلك ده؟ لا، بدي لماما. تدي لماما؟ وماما بتشتغل ايه؟ ماما بتشتغلش. ما بتشتغلش، قاعده في البيت. عندك اخوات؟ عندي فاطمه بس. عندك مين؟ فاطمه. وبابا فين؟ بابا توفي. مات؟ توفي. ايه في حياتك؟ طيب، في حاجه انت طالبها، حاجه نفسك فيها، حاجه عايز حد يساعدك فيها، حد يذاكر لك، اي حاجه قول اللي نفسك فيه. انا عاوز بس ربنا يكرمك. يكرمك بايه بقى؟ اسعد بابا. تسعد مين؟ ماما. ماما؟ يا رب يا رب يا رب كده تكبر وتفرح بيك يا رب. ماشي يا حبيبي، يلا مع السلامه.